مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا صار من الضروريات بحياتنا اليومية. يعني حد الجريد الصبح لازم يكون معنا الموبايل وعم نشيك كل المواقع التواصل الاجتماعي تا نشوف أصحابنا أول شيء وعائلتنا وين عم بيروح وين عم بيجوا. وكمان منلحق كتير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي هن كمان عم بيأثروا كتير على الجمهور وعم بيخلقوا كمان جمهورهم لإلهم. من ضمن الناس يلي أنا بلحقها وبحب شوف أخبارهم أحمد قاسم. هاي نادين، كيفك؟ هاي كيفك؟ شو أخبارك؟ ماشي الحال. شو؟ ما عملنا سناب بعد؟ عملنا بدك نعمل سناب؟ هلأ ما احنا عملنا سناب قبل وهلأ بنرجع نكمل سناب بعد. ايه؟ هلأ بما أنه هنا عم يحضرونا لايف فخلص يعني. شو أخبارك؟ أنا كتير منيح وبدالك نادين، أنا كتير مبسوط إنه أنت من اللي بتتابعيني ومبسوط إنه اليوم معك عم نطلع لايف على صفحة نواعم. الموضوع اليوم بدنا نحكي عن كيف صايرت هالسوشيال ميديا وحتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عساير عندهم فولوورز كتير وعم بيأثروا فيهم بطريقة إن كان ملهمة أو إيجابية أو حتى أوقات سلبية. بدي أسألك أنت كيف بلشت تبني علاقتك مع هالعالم يلي عم بيتابعوا؟ هلا مزبوط، هو السوشيال ميديا صار يعني مفتح عيننا الصبح قبل ما نفتح عيننا مزبوط بنفتح التليفون لنشوف شو اجانا واتساب، شو اجانا على الانستغرام على الفيسبوك. انا بلشت على السوشيال ميديا مثل اي حدا، يعني بلشت انه عندي فيسبوك رجعنا ننزل انستغرام هات لنشوف شو الانستغرام، سناب شات تعلمنا شوي شوي. كيف جمعتهم؟ لاني بعتقد يعني انه انا غير عالم غير عن الناس، يعني انا بشوف الناس ايش بتسوي على السوشيال ميديا، انا بحاول اكون كرياتيف اكثر يعني اعمل إشي تاني. للاسف هلا الناس كلها على السوشيال ميديا بتقلد بعضها. يعني مثلا على سناب شات اكيد عندك على سناب شات من الناس اللي انت بتابعين اكيد الناس بيصوروا الشارع، فنجان قهوة، الاكل، الشارع، هم ماشيين بالشارع مثلا، او بيصور لك اغنية كاملة من الراديو. ما انا ما وصلني مسج، يعني هي فكرة السناب شات بيقولوا لك ماي ستوري او قصتي بالعربي. فانت شو قصتك اليوم؟ واتس يور ستوري؟ فانت عمل لهم ستوري، يعني انه حتى لو انه ما ضروري تخترع ستوري يعني تعصر حالك تطلع بستوري، لا هي الفكرة انه اعمل شيء، اعمل مسج. يعني في انا كتير عندي ناس بتابعهم، في مثلا هن اصدقائي لميس سلامة من مصر، علي فتوح من سوريا، مش معقول بلال بيرقدار كمان على السوشيال ميديا، هدول اثروا كتير بالسوشيال ميديا على الناس. انا كتير بحب اتابعهم لان الاشياء اللي بيعملوها بيعملوا من وراها مسج. يعني مثلا مؤخرا علي فتوح راح صديقي على سوريا، انه كنا بنعرف سوريا عم يصير فيها حرب وخلص حاطين سوريا بخانه الحرب، لا هو صور سوريا بعين اخرى بطريقه ايجابيه. حلو. صور انه الناس بظل الحرب كيف عايشين، كيف انه خلص انه طلعوا من قصه الحرب، لا صاروا عايشين حياه ايجابيه. لميس سلامي صديقتي من مصر راحت على نيويورك مثلا، ما صورت انه هي بنيويورك وبلشت تتفشخر وهيك، لا راحت عملت انترفيوز مع العالم عن طريق السناب شات وجمعتهم نزلتهم على الفيسبوك. شاف فجأة المصري الامريكان انه هن اذا بيعرفوا مصر ولا لا، اذا ما بيعرفوا مصر هي عرفتهم، مثلت المرأة المصرية او مصر بطريقة كوميدية، صارت تغني معهم وترقص معهم. فشي يعني حلو، هذا حلو انك تأثري بالعالم. هلا انا مش زيهم، انا غير، يعني انا بعمل الستوري بحب اعطي طاقه ايجابيه للناس اللي عم بتابعوني على السناب شات. انا مخترع كاركتر اسمه قصوم، اوكي، لان انا احمد قاسم وهن انه هذا قاسم هو قصوم صغير. قصوم ما بحبني ابدا. ايه ما انا بشوفه دائما بالسناب بقول شو كرهانك هيدا. مظبوط، قصوم ما بحبني ابدا، دائما دائما بشوف شو بعمل وبصير انه ينتقدك ينتقدني، عرفتي؟ فأنا دائما بطنش مكبر راس منه يعني. اوكي. بدي نحكي هلا، رح نشوف قصوم بعد شوي. كتير مهضوم، انا هذا اللي لفت لي نظري باي ذا واي، يعني كنت عم بتفرج كمان عم بقول بين القصص انه لقيت انه في انتر اكشن، يعني كانك عم تخلق قصه ومسلسل، يعني بعد شوي منتابع انه شو صار وين راح، عم تخلق سسبنس بين الناس انه يحبوا يرجعوا يفوتوا على السناب تبعك ويكملوا هالقصه اللي عم بتصير. هي فكره السوشيال ميديا انه احنا ما عندنا وقت نحضر تلفزيون. فكره السوشيال ميديا بنشوف على السريع بنقلب، فانا اذا بدي اضل احكي كتير 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 على السناب شات كمان الناس رح تزهق، بصير انه مش معقول فات ماسك تليفون وعم بسمع ساعه بده يعمل سكيب. فانا انه حتى بقعد افكر كيف هذا الشخص اللي عم يحضرني ما يعمل سكيب.
فأنا إذا بدي أحكي عبين ما يشوف قصوم مثلا الكومنت تبع قصوم بدي أشوف مثلا أنه هذا الشخص الإيموجي أنه شو عم بيحكي أنه ليه أنه مثلا عم بقول أنه ضد أحمد شو عم بيحكي. بصير أنه بشد العالم وما بكتر كتير حكي يعني ما بكتر كتير ستوريز لحتى العالم ما تعمل سكيب مثلا وما أخلص لهم الداتا تبعتهم. طيب شو المسج تبعك؟ أنت عم بتوصل اليوم رسالة للناس اللي بيتابعوك وبعرف أنك أنت تتواصل دغري معهم يعني في ناس بيحكوا معك ودغري بتجاوبهم دغري برد عليهم وعتواصل مستمر معهم. شو أنت الرسالة اليوم يلي عبالك توصلها من خلال هالقصص يلي أنت عم تفرجيها عن حياتك الشخصية وحياتك اليومية؟ هلا المسج اللي عم بوصله انه اول شيء مثل ما قلت لك انه ارسم الابتسامه على الناس اللي عم تحضرني بمسج يمكن لايت خفيف عليهم. بحب الناس اللي عم تحضرني انه اعيشها اشي انا بعيشه بحياتنا اليوميه وانا انه مش اشي يعني انا مثل العالم. انه خلينا مثلا ركز انه مثلا نروح على مطعم انا قدام نروح بتروحي على مطعم بس تيجي الفاتوره بتتخانق يعني لا والله انا بدفع وبينزل ورحمه وغوالي فانا بحب اصورهم هدول على سناب شات انه الناس يشوفوا انه مثلا انا رحت اكلت وعم اتخانق على موضوع الفاتوره مثلا على كومنتس بسيط بكتب مثلا الصراع العربي مثلا انه هذا مزبوط انه احنا متخانق كثير على موضوع الفاتوره انه مين فينا معاش انه راح على مطعم وتخانق على الفاتوره انه الناس بحبوا يشوفوا شيء عم بتنقي يعني انت عم بتنقي شو تفرجي الناس يلي هن بيقدروا يشوفوا حالهم كمان كانه ممكن تصير هيدا الشيء معهم وتنكت معهم وتتسلى معهم. طيب السؤال اللي كمان عبالي اعرفه انه كيف بلشت شوي شوي يكتروا الناس يلي عم بيتابعوك؟ يعني بعرف دائما بيكون في شيء شغله عملتها وفجاه بتلاقي صار عندك مشاهدين كتير او انعمل شير كتير لقصص من قصصك. شو اللي عطاك هيدا البوش؟ وانا عم بسأل هيدا السؤال لانه اكيد في كل الناس هلا مهتمين كتير انهم يكونوا موجودين على السوشيال ميديا وبدهم ياخدوا شوية تيبس من الرواد يعني من الناس يلي عم بيعرفوا يكمشوا عالم اكتر. مزبوط. انا اكتر شيء شد الناس لعلي انا مثل ما بتعرفي انا معد ومقدم برامج. قدمت فتره بتركيا برنامج كان اسمه الف باء تركيا. الف باء تركيا كان هو بيساعد العرب اللي عايشين بتركيا كيف يعيشوا بتركيا بالاضافه انه نجذب السواح على تركيا. انا نقلت هذا الاشي كمان عندي على السوشيال ميديا صرت اصور تركيا لان احنا كنا نصور اجمل اماكن باسطنبول فكنت عم اصور لهم هاي الاشياء بطريقه يعني اكيد كرياتيف. صرت عم بقول لهم يا ريت لو عم بتشموا ريحه الطبيعه مثلا لو تشوفوا البحر قد ايه بارد مثلا انه عرفت هيك شيء عايش انه هو هذا اكثر شيء اللي جذب الناس لإلي. بعدين خلص البرنامج فانا حتى ما اخسرهم فصرت عم بختار لهم اشياء حتى اوكي هي حلو. هلا هون نفس الشيء بدبي يعني هلا بتلاقيني ما بروح بصور مثل ما اجماع هلا مع احترامي للناس يعني كل واحد حر بالاكونت تبع حسابه الخاص على السوشيال ميديا بس انا ما بحب اصور اكل ما بحب اصور الشارع انا عم بسوق او فنجان القهوه او عم بارجل وبنفخ بوجه الارجيله انا ضد هالاشياء. انا بالعكس اذا رحت على مطعم بحب ممكن افرجي هذا المطعم انه شو المميز فيه للمطعم ليه حبيته مثلا عرفتي انه بس ما هي كمان فكره الانستا او السوشيال ميديا انه هي منا بس يعني كرمال انه يتواصلوا مع فولوورز ناس مثلا ما بيعرفوك هي بلشت من كمان الواحد بين اصحابه يقول لهم لاصحابه وين رايح وين جاي انه كمان بيصيروا الناس ولانه صارت مثل صله وصل كتير اسرع بكتير لتوصل للعالم صارت ناس صايرين عم بيستغلوها مش يستغلوها يعني عم بيستفيدوا من هالاشياء كرمال كمان يوصلوا هن شو بيعملوا وين شو اشغالهم او حتى اذا كانوا امباسادرز لبراندز طيب كمان يفرجوا البراندز اللي هن عم بيكونوا عم بيلاحقون وعم صح وهذا دليل عشان اكثر في ناس اسمهم فاشينيستا طلع من وراء هذا الموضوع الفاشينيستا طلع موضوع الفود امباسادرز ايه مزبوط. هلا مش غلط انا مش ضد هدول الاشياء انتبهي انا بالعكس انا مع انه كل واحد يعمل اللي بده اياه بس انه ما نقلد يعني هلا للاسف انه كله صار بده يطلع يصير فاشينيستا. أوكي. انا كثير بحب فكره الفاشينيستا انا بتابع ناس فاشينيستا مثلا اذا اخذ افكار منهم على اللبس بس للاسف في صاروا كثير فاشينيستا بس انه فاشينيستا يلا انا ما عندي شيء لاعمل فاشينيستا هو بيكون ذوقه بشع او البنت جسمها مش حلو يعني مش خرج تكون فاشينيستا يعني هي هاي الفكره اللي بس أنا هي كمان الفكره الثانيه اللي صارت انه من زمان كان في عندنا
معروف مين السيلبريتيز ومعروف مين المشاهير والناس بتتابع هالفئة المعينة من الناس. اليوم مع ظهور السوشيال ميديا صار حيلا حدا بيقدر انه يجمع عدد من الناس اللي حواليه وعم بينجح وعم لانه عنده كمان هو رسالة تيقولها. اليوم حياتك انت اليومية قديش بتفرجي منها على السوشيال ميديا وقديش بتخبي منها؟ بفرجي منها 40% وبخبي 60%. بتخبي 60%؟ شو اللي بتخبي؟ بحس انه انا كمان اقولك شيء، في ناس كتير على السوشيال ميديا حياتهم كلها على السوشيال ميديا، انا ضد هذا الموضوع. أوكي. مش ضروري افرجي للناس انه انا هلا صحيت هلا، يعني صار في ناس اذا عطسوا بدهم يصوروا انه هن عطسوا على السوشيال ميديا انه انا عطست اليوم. لا، انا اذا ما في اشي مهم تفرجيني اياه، انا في ساعات كتير بغيب عن السوشيال، عن السناب شات، ببعثوا لي انه عملت لنا بلوك انه وين رحت وليه ما عم تظهر، انه في ناس تقولوني صير انا انه لا ما اختفت، بس ما عندي اشي مهم احكي، يعني عندي روتين حياتي اليومي وما لي خلق اخترع اشي جديد او ستوري جديده، فانه خلص بختفي. ما اذا عندي اشي، يعني هي الفكره انه بس يشوفوا اسمي على سناب شات يعرفوا انه انا عندي شيء احكي، بينما اذا ما عندي شيء احكي بفضل انه لا خلص ما ضروري، يعني ما ضروري اصور الاكل، اصور القهوه، اصور الشارع. بحس انه يعني انا ضد هالعالم، في ناس انه كل ما طلعوا بدهم يصوروا انه هن راحوا سهروا، راحوا اكلوا، راحوا عملوا، انه بس ليقاهروا مثلا. او انا لا، بفضل الي كمان خصوصيه، هي غير انه خصوصيه كمان شغله مهمه كثير نديم بدي احكي لك اياها، احنا بطلنا نستمتع بحياتنا من وراء السوشيال ميديا. هيدا الشيء اللي بدنا نحكي، هو الجانب السلبي انه اليوم كثرت انه كل الوقت نحن عم بتكون عندك تواجد قدام كل العالم، صار عندك ما عندك بقى برايفسي، يعني ما عندك هالشيء انك انه هيدا الشيء اللي عم تعمله لحالك او شيء، لا لازم تحكي، لازم تخبر، لازم تقول، واذا رحت وما قلت ليه ما قلت ليه ما خبرت. صح، هي هاي تعمل مشاكل. تعرف بالزمان أحمد الكولتشر ما كانت هيك، نحن من زمان العالم كله مغلقة شوي على بعض أنه بتخلي إخبارها لإلها، ما بيخبروا كتير، عرفت، بيحافظوا على هالسرية مثلا بين العائلات وهيك. اليوم أنه عم تتغير كتير، أنه صار أنه كل شيء فينا نحكي، حتى مثلا اذا مشروع مثلا بعد ما مضى بتلاقي انه لا عم بيصوروه يا خيي بعد ما مضى، عرفت، انه روقوا شوي، يعني انه روقوا شوي، عرفت بقى. هيدا كمان انا بالنسبه لي شوي كمان شك، انه طيب شو بحكي وشو ما بحكي. مزبوط. هذا هو السؤال. مزبوط. شو اللي انا اليوم فيني احكي للسوشيال ميديا ويكون حلو مع كل الناس عم تتقبله، وشو القصص اللي انا ممكن خليها لإلي وتكون كمان محافظه علي؟ هذا بدي اقول لك، يا ذكرتيني بموضوع مثلا عندك العرس، هلا احنا بنعمل عرس كبير، بنعزم الناس اللي احنا بدنا اياهم يشوفوا هذا العرس، بدنا الناس اللي يعرفوا انه احنا عم نتجوز، الناس اللي هي بدنا نقولها. زمان كنا لما نعمل عرس تطلع الصور ينحطوا بألبوم صور. نعم. وينحط الألبوم بغرفة النوم، تخيل قد ايه بيكون خاص، بنحط صورة أو صورتين بالصالون. هلا صايرين يعني ما في احترام أبدا لهاي الخصوصية، كله بينزل على السوشيال ميديا وتاج وهاشتاج مش غلط، حلو كتير، بس حط صورة أو صورتين اللي هن كانوا ينحطوا بالصالون، خلي خصوصية شوي للعالم، يعني إنه للناس اللي حضروا العرس أو whatever، إنه مش لازم نحكي هاي الأشياء. هلا في كتير عالم بأعراسها ترفض التصوير، تقول لك ممنوع التصوير، رجاء ممنوع التصوير، لان مش حلو. يعني انا مثلا ممكن اهلنا في ناس بيغاروا اخواتهم او امهم. نعم. او نسوانهم انه يشوف ينزلوا على السوشيال ميديا او على اليوتيوب عم بيرقصوا، انه مش حلو كمان، انه في احترام للخصوصيه، هاي يا ريت لو نحترمها. كمان مثلا ضد العالم بيروحوا بيكونوا ماشيين عم بيصوروا بشكل عام، طب انه في ناس انه ما بدها تطلع بهذا السناب شات، انه مثلا ما بيسالوا انه انت عم تصور مثلا مكان عام وفي كتير عالم، طب بركي هالشخص ما بده يكون بده موجود. صح، وكتير بتعمل مشاكل، بتعمل يعني كتير مشاكل. انا بعرف واحد تطلق من مرته من الموضوع. يه 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 لانه يه هو مقايل، بعرف انا ناس عم بتجوزوا من وراء السوشيال ميديا كمان، بتجوزوا بتطلقوا الطريقة الإيجابية، بتجوز الاثنين. هو كان موجود بمكان وقايل لمرته انه هو مسافر، فهو كان شخص طالع لايف، هو بالباك جراوند طول الوقت، هو مش منتبه انه في حدا طالع لايف. اما بالصدفة المرة انه هو هذا الشخص كثير عنده فولورز، فاتت شافت لهاي، اتصلت بجوزها وينك، وبين باللايف انه هو ما عمره عليها، فانه صار مشكله كبيره من وراء هالموضوع. يعني فالواحد بده ينتبه على هاي الاشياء.
أنا بحس من السنابس تبعولك وقصصك بيفرجوا أكتر شخصيتك أنت أكتر من أنه تتفرجي شو عم بيصير معك بالنهار. صح. يعني عم تستغل الكرياتيفيتي الإبداع اللي عندك إيه أنت أنك تخترع قصة. وفي هلأ سناب إذا بيطلع عنا بعد شوي قصة أنه ماشي هي كتير سيمبل بس أنت عملت لها دراما. صح. يعني صار بدنا نعمل الحلقة الأولى الحلقة الثانية بدنا نعرف شو صار بحبة الشوكولا مثلا. so, حلو كتير أنك أنت عم تعطي شيء مهضوم. يعني النصيحة اللي أنا كمان بحب أعطيها أكيد أنت بتأيدني أنه ما نوقع بالروتين. يعني مش أنه كل يوم نعيد نفس الشيء اليوم لازم تعملوا هيك مثلا, لانه اكثر شيء الناس عم بيفرجوا اللايف ستايل تبعهم اسلوب حياتهم. صرحت على الجيم شربت القهوه رحت بعدين اكلت شو. اوكي هذا شيء كتير حلو بس كمان نزيد عليه هذا الرونق اللي صح. انت مثلا بتزيده او انه كمان انا بحس انه لازم يصير في استشاريين يعني كيف واحد يبين قصصه بطريقه احلى واحلى. صح. وهلا مع وجود كل الابلكيشنز يلي فيك تستعملهم صارت كتير هينة. مزبوط. يعني قبل كمان كان لتصور شغلة بدك تجيب كرو وكاميرا ومنتجين ومخرجين وبادجت ومدري شو. اليوم صاروا كل هالقصص عن جد يعني فور فري بس تقلكن تتبدعوا. يعني أنا بلاقي إنه هاي دول تولز عم بيعطوا تحدي للعالم إنه يبلشوا يحركشوا بالإبداع تبعولهم ويطلعوا بأشياء جديدة وحلوة. صح. وبتأثر وبتستوحي منها. يعني مثلا أنا استوحيت من أحمد استوحيت من هالكاركتر الصغير. قلت أنا ليك مهضومة على الفكرة أنا كمان بدي أعمل واحدة إنه أنا كمان مثلا بستحي أوقات إنه دايما حط حالي وصور وقول يلا أنا رايحة مدري وين. قلت أنا هيدي فكرة حلوة بحطها هي تحكي عني لأنه بدك تكون موجود وبنفس الوقت ما بدك تكون يعني انه عم بتقلد او عم بتكرر. بالضبط انا لما شفته كثير حبيت الفكره. هاي حبه الشوكولاته هاي حبه الشوكولاته قد ايه كم مره مثلا تكوني عم تاكلي الشوكولاته ما حدا ضل اخر حبه هاي اخر حبه كثير بتقهرني. فهون مره مين بده ياكلها. فهون كنت بالمكتب مع بروديوسر اسمها ساره هي تركيه. هاي ايام تركيا كنت عم فجر كمان اجواء المكتب فقامت فضلت اخر حبه فانا ما بعرف اذا هي رح تاكلها ولا انا بدي اكلها. هلا هي لقيمه كان شايفتني انه انا عم بعمل سناب عم بعمل ستوري تركتني لاجيت خلص قررت بدي اكلها عم تهي اكلت لي اياها. ايه مهضومه لا وطلعت كانكم يعني متمرنين عليها. يعني هيدا رياليتي تي في عم بتصير على السناب. هلا انا مثل ما قلت انا شخصيتي هي بتطلع على السناب شات. يعني ما بصطنعها. يعني بطلع شعري منكوش. اخوي بالبيت ضل يقول لي انه عيب عليك احمد شعرك منكوش دائما انه رتبه. صير اقول له انه طب ما هي الناس بتكون شعرها منكوش. يعني كمان ما في حدا بضل مرتب 24 ساعه. مزبوط. لازم انه هي انك انت عم تاخد عم تلقط المومنت. يعني عم تلقط الانستا. يعني صار شيء هلا لقطت اللقطه اللقطه. صح, صح. هي هاي يعني في السوشيال ميديا لها حسناتها ولها سيئاتها زي ما بقولوا. انه كمان كثير بشع انه نستغل السوشيال ميديا لنقهر بعض او نستفز بعض او عرفتي كيف. عم تقري انت الكومنتس. امل فارس تعرف لازم تخبرها منك نتعلم منك شو هيدي شي قصة لألك منك تعلم. هي أمال علمتها أمال خالتي أكيد أوجه لها تحية. أوكي أمال هلأ عن جديد علمتها على الإيموجي. هي ما بتعرف كيف إنه هو software application تاني. نزلناها وعلمتها عليها وهي صايرة هلأ كل يوم. هي ما بتحب السناب شات. يعني من الناس اللي بيحضروا سناب شات بس مش أكتف على سناب شات. فصارت كل يوم بتنزل الكاركتر وتكتب مثل ما أنا بعمل. طيب منيح شفت عم بتأثر حتى بالجيل. صح. القديم. وحتى هني عم بيكونوا عم بيستفيدوا. شو بيجيك أكتر شيء شفت إجاك هذيك المرة هدايا طلعوا من عمك وبيك هدول شو الخبرية. هي هاي الفكرة إنه هي زي تلطيش على ناس. مش ناس معينة بس هي بشكل عام في ناس بيكون انه بيعشوا انه هن مشاهير مثلا السوشيال ميديا او انه هن بيجيهم فانز وبيعملوا من الحبة قبة عرفتي. فانا انه قلت رح اعمل انه انا عندي فانز من امريكا وانه انا فانز عالمي واجاني هدايا وما بعرف شو اخر شيء. ف
فهو اللي بده يحضر بده يصير مين بصدق حاله. ده اخر شيء انه فرجته انه صدقته عم بمزح انه هاي خالتي بعثت لي بلوزتين من امريكا الي ولاخوي وبنت عمتي متجوزه بامريكا بعثت لي علكه وابوي جاب لي العطر الريحه لانه انا موصي عليه. فانه خلص يعني انه هدول العالم انه حاجه كذب على مواقع التواصل الاجتماعي نستغل هذا الموضوع انه انا مشهور انا اجاني الناس اللي عم بيسالوا مين هون الناس هو كل شخص واحد على ما عم بحكي مش بشكل عام عم بحكي انه بس انه عم بحكي عن هدول الناس المعينه اللي بيكونوا مصطنعين. صح هلا انا اكثر سؤال بكرهه مثلا قد ايه عندك فولورز انه هذا هلا هو حديث مصطلح قد ايه عندي فولورز انه مش مهم قد ايه عندي فولورز قد ما قد ايه الناس عم تلحقك مزبوط وبتعرف يعني انا بفضل انه 100 يلحقوني مزبوطين عن يكون عندي 100,000 انه مش مزبوطين. للاسف نادين بدي اخبرك شغله كثير مهمه انا لاني مقدم برامج بلتقي بكثير مشاهير بالوطن العربي يعني مخرجين وممثلين باجي باخذ بنزلوا صوره سيلفي معهم وانا انه بليز اعملوا لي تاك حتى يزيد الفولورز قلت اكيد بيجوا فولورز بنصدم انه هن ما بيجيني فولورز من وراهم ابدا ولا بيجي لايكس ولا فيوز. فانا انه طب هدول 200,000 اللي عندك انه بس في 80 واحد شافنا بس عرفت انه مش منظر هو انه اجمع رقم وما يدفعوا للعالم معي يا اما يكونوا مزبوطين الفولورز يا اما ما يعني انه في ناس بيشتروهم بس هيك رقم نعم وفي ناس بيشتروهم ليسوقوا حالهم يسوقوا مواقعهم على قديش انت المواقع التواصل الاجتماعي قديش عطتك زياده مهنيا يعني هل صرت معروف أكثر؟ صار يجيك مثلا عروضات أكثر من قبل؟ مزبوط صار يجيني انا على السي في تبعي حاطط مواقع التواصل الاجتماعي تبعتي للناس يلحقوني لان هلا احنا بحكم نشتغل بالاعلام والمواقع التواصل الاجتماعي هي صايره عم تكسح نعم. التلفزيون للاسف لاني انا بحبه للتلفزيون فكتير انا عرض تركيا اجاني من ورا السناب شات تبعي يعني حلو. حضرني في شخص كان يحضرني قال حدا تركي هو كان عم بدور على مذيعين يكونوا هيك يعني روحهم خفيفه قريبه من الناس فشاف شو بعمل على سناب شات فقام تواصلوا معي بعثوا لي مسج صار في ايميلات وهيك لوصلت على تركيا يعني حلو. جبت لي فرصه كثير منيحه لمواقع التواصل الاجتماعي بالاضافه انه في كثير ناس ببعثوا لي اعلانات انه شو رايك تعلن مثلا انه هي بتصير انه اذا بتيجي بتصور عندنا بالمطعم ندفع لك مصاري. في كتير مثلا مصممين ازياء بيبعتوا لي انه البس لنا هذا لما هيدا. تلبس لما تطلع هلا صار هيك انا بلاقي شيء كتير حلو اللي عم بيصير صراحه لانه كل العالم عم بيعرفوا كل شيء وكل الناس عندها فرصه يعني اليوم قبل كانت عم مثل ما عم بقول انه في ناس محددين هدول الناس بس عندهم فرص انهم يكونوا معروفين ومشهورين والناس بتلحقهم. اليوم كل الناس عندهم هالفرصه الحلوه وانا اذا بدنا نختم بدي اقول انه هالفرصه اللي عنا اياها اليوم موجوده هيك مثل ما رجعت قلت فور فري انه نحن كل واحد عنده مسج بحب يقوله صار عنده بلاتفورم صار عنده صله يقدر يوصل اللي بده اياه وكل ما كان جينيوين يعني كل ما كان مثلك هيك اوثنتيك يعني بيعطي رسالته من كل قلبه وبيبين شخصيته مزبوط وبيبين هو شو بده يوصل للناس رح توصل للناس بسرعه وكمان رح ياخذ شهره وليش لا خلي الكل يكونوا مبسوطين والكل الناس اللي عندهم افكار وعندهم رسائل يكونوا موجودين ونعرف فيهم صح مزبوط بس نرجع نقول انه اللي كل واحد حر يعمل يعني اللي بده اياه على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بس بشرط ما ضروري يبعت على الخاص يعني ما ضروري انه في ناس بيبعثوا لك على الخاص انه هو اكل انه هو ما تبعت لي حطهم على حسابك انا هيدي ما بعرفها اوكي لا هاي اكثر شيء عن جد مزعجه انا بتخليني انه اعمل بلوك للعالم يعني او ما بعملهم بلوك دغري بحاول اوصلهم بطريقه مهضومه انه بدل ما يحطوا السناب اللي هي لكل العالم يبعثوا لك اياها لك انت برايفت بس لترجع بعثك اياها على الخاص انه شوفها ضروري اتاكد اذا حد شفتها ولا لا كمان يا احمد بس هو اذا ما هو ما عم بعث لي اياها لي خاص انا شو استفدت عرفتي انه في بنت بتتابعني حرام انه بتبعث لي يوميات فيديو طويل انه كثير انا بعثت لها انا ما عملت لها بلوك بعثت لها بطريقه لذيذه صورت فيديو انا عم بضحك قلت لها فلانه انه بليز ما تبعتي لي اشياء خاصه حطيهم على حسابك يعني حطيهم على سناب شات على ستوري تبعتك انا رح اشوفهم بس اكون فاضي ما تبعتي لي لان في ناس عن جد بعثوا لي اشياء بدهم يحكوا معي مثلا سالوني شيء كثير انه ما بلحق عليهم عرفتي انه ليه اللي عم بضيع لي وقتي عم بضيع لي بطاريه تليفوني عم بضيع لي الداتا تبعتي او انه هي هاي الشغله بس انه مزعج كثير
طيب أحمد، إذا الناس عبالهم يستفيدوا من خبرتك ومن الإبداع تبعك، فيهم يسألوك مثلاً وبتساعدهم إنه يعملوا هالستوريز تبعهم بطريقة مهضومة. كتير في ناس صاروا يسألوني عن الإيموجي الصغير اللي هو هذا القصوم اللي أنا اخترعته، إنه بيسألوني، كل الناس عندهم إياه وبيعرفوا كيف يستخدمه، بس ما بيعرفوا كيف بعمل اللي هي هاي الدوائر البيضاء. أنا صرت أعرف. أنت صرت تعرف. أنا صرت أعرف هلا، علمني وصار عندي كاركتر مهضوم كمان لإلي. كتير مهضومة. والحلو إن عملتيها مثلاً، شو اللي حبيت باللي عملتيها دي؟ عملتيه مش بتشبهك. لا لا. عملتيها كاركتر تاني. بالضبط. فهي انه اخترعتيها من PA، انه عم تحكي عن يومياتك. فانا هذا الشيء، لانه انا بيزي، فري بيزي يعني. حبيتها كثير. اي لايك ات. برافو. في ناس بعثوا لي انه كيف نعملها مثلا. انا بتزنخ عليهم شوي، بصير اقول لهم سر المهنه وما بدي وهيك، بس لا برجع بحكي لهم انه كيف. بتلاقيني مثلا بعمل سكرين شوت بعلمهم انه زي توتوريال. بصير انه هون هيك واحد تكبس هون هون اثنين. والله بتعرف ممكن تكون هيدي شيء مهنه انه عن جد، لانه الكل العالم هلا عبالهم كمان يكون عندهم هالكاركتر. سو عندكم احمد. بس بدكم، انا بتابعوني على السوشيال ميديا اكيد ظهروا عندهم على السكرين. نعم. فاللي بدهم اياه يسالوني. اوكي احمد، بدي اقول لك ثانك يو. كثير كانت مقابله مهضومه. دائما نحن من هون بنحب نفرجي الطاقه الايجابيه والطريقه هيك السعيده للناس، دائما نعطيهم افكار انه كيف فيهم يزيدوا على حياتهم اليوميه قصص كمان بتزيدهم سعاده. وكثير عبالي ضلنا تابع قصصك. الحلقه الثانيه تبع شو الشوكولا المرتجة نبقى نشوفها. بدي أشكر كل اللي باعته وعلقوا على الانترفيو، وبشوفكم خميس الجاي إن الله راد. Thank you أحمد. شكرا نادين. شكرا.